أخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من المنارة الإعلام، ومعنا شاهد العيان من مدينة طرابلس. أخي الكريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، كيف الأوضاع عندكم في طرابلس؟ والله الأوضاع تعب شوية الأوضاع والله، يعني من ناحية الأمنية صعب صعب، نحاول وما يقارب كل يوم ان احنا نطلع وان احنا نقول حاجه، لمجرد ان احنا نتجمع 7-8 انفار يجونا اللجان الثوريه يفرقونا ما توقفوش هكي، حتى نقول لهم احنا ما ناش مدارين شيء لحاجه يجونا، وبين قصدي كل من ان هيك بتحاول اي شخص يحاول يدير حاجه يرمى برصاص طول ما يعطوكش حتى انذار، ما يكلموكش حتى كلام، انت تدير حاجة يرمى عليك برصاص طول. وحاط كل جهة مسلح ناس اللي هم شو نقول لك بلغتنا ديف نقول لهم بلطجية، يعني مسلحهم فهمتني ولا، واعطيهم رشيهم فلوس، واني نعرف ناس شخصيا دار معهم هيكي مثلا مثل الهضبة وبوسيم، اللي صار في الهضبة وبوسيم، الهضبة فيها ناس هلبة ما يبوش وبوسيم كذلك، لكن الناس الجغلة هذا من البلطجية ما يسمى بالبلطجية فهمتني ولا، هذا معطيهم فلوس وعطيهم سلاح وعطيهم تصريح بالرمي، فأي حد يعمل هيك ما يرحموش يدير مظاهرة حتى لو سنية وتتكلم هلبة، تتكلم مثلا تحرض الناس حيجوك فوشك ويعرف عندهم جواسيس في كل مكان، أنا لو حرضت الناس وتكلمت هلبة وجوني لحوشك. نعم، هل تقول أن مازال هناك طرابلسيون يريدون الخروج والمطالبة بحقوقهم؟ ما زال هناك طرابلسيين، حتى لأي هناك ناس طرابلسيين من طرابلس هم يعني يعملوا في نفسهم يأيدوا فيه، لكن هم من داخل والله ما يبيه واحد، خوف من الخوف يأيدوا فيه باش يحموا انفسهم، لأنهم طلعوا في مفاس، طلعوا ضده، والآن هو سوق الجمعة ما خلى فيها حد وفشلوه، قال لي ما ماتش رفع حد أهلا ما يندروش عليه، والله العظيم ناس يختفوا ما يندروا عليهم أهلهم، يختفي فجأة هيك بنادم يختفي فجأة ما يندروش عليه أهله، فمعاش قدرنا نطر واحد بالنفر بروح هذا الجماعة مثلا المعروفين إن نحرضوا مثلا، أنا مثلا ما نطلعش بروحي ضروري معي أصحابي باش نحمو نفسنا. وهو جاينا الدور لو لا سمح الله قتل الشخص هذا، جاينا الدور هو ما يبيش ياخذنا احنا يا جماعه الهضبه، لان خايف من الهضبه ومن ترونا، الهضبه وترونا متعلقين ببعض، لان الهضبه معظم سكانها ترونا هذا لاش، وترونا كذلك ترونا اني نتكلم فيك من ترونا حاليا كنت في طرابلس وجيت لترونة توقف وصلت ترونة كذلك، فها هل ناس ما يبوش كثير ناس ما يبوش، لا الخميس اللي فات لا اللي قبله جوا للمستشفى وجابوا مستشفى ترونة وجابوا جرحى متاعين كتائب الجداسي لمستشفى ترونة، هجموا عليهم الناس اللي ما يبوش من ترونة وقالوا لهم تبونا نسكتوا وبتجيبوا الجرحى اللي يبتلس ناس من صراتها كثير كلام ضروري طلعوا كفروا في المستشفى، صارت شوية مشاكل وطلعوا الجرحى وتمت هذه مشكلة ترونة. يعني أيضا ترونة تتح يعني الأغلبية الناس ترونة رافضة لنظام حكم العقيد، ولكنها لا تستطيع تتحرك بسبب تواجد الجهات الأمنية. هذا هو، أنا نعرف شخصيات ولو أني نسميهم شخصيات نضر نفسي، نعرف شخصيات من ترمونة شخصيات كبيرة في اللجان الثورية وعطيهم ملايين فلوس يرشوا في الناس والسلاح
يعطوا السلاح لناسهم مثلا، يعطوهم الفلوس ويعطوهم السلاح ويسكتوا في الناس. والباقي معظم الغرب 90% العامة كلهم ما يبوش، اللجان الثورية اللي يبوه بس. الجيش أنا يعني ولاد عمي يكرهونا في الجيش والله ما يبوه كلهم، ويقبوا على الناس ويقولوا لهم شوفوا الشرق شنو يساووا بالناس، ويديروا فيديوهات كذب ويطلع فيهم، يبعث في رسائل في التليفونات اللي يطلع نديروا له، والراجل فيكم يطلع تهديدات هيك بلغه البلطجيه. نعم. تاثير الاعلام الليبي على المواطن الليبي في منطقه طرابلس وما حولها، هل بالفعل يصدق الليبيون هناك ما يمثل عبر قناه القنفود او ما يسمى الجماهيريه والشبابيه وقناه هذا اتكال؟ لا، ما في حد يصدق في هذا الا الجهله الاميين اللي هو خلاهم اميين ومعظمهم من الهضبة ومنبوسين. هذم الجهله يتاثروا بالحاجات هي مساكين، هم مش ذنبهم انهم جهله، هو خلانا هيك يتاثروا بس. لكن لما يجلس مع شخص شايف مثلني، شايف مثلا كنت في الزاويه، بعض الناس شايفين وهاربين، وفي الجيش اللي يروح من جيش من 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 الشرق، نعرف ممكن اربع انفار روحوا من الشرق. معركه جدابيه الاخيره لما دير قصف التحالف، روحوا من الجيش وما عادش رجعوا. لما يحكوا معي مثلا الناس الجهل اللي قلت لك مثلا متعاصفين، يعني لما نفهمهم واحد في ساعة ما يفهموا، فهمتني؟ لأنهم هم ما فاهمين شيء، ما مريهم شيء. مغيبين. ودائما الجزيرة يشوش على العربية. نعم. بما أنك كنت في الزاوية، كيف كانت آخر الأحداث قبل أن تخرج من الزاوية؟ مأساوية. مأساوية جدا. ضرب عشوائي. اعتقال عشوائي. فهمتني ولا؟ نعم. وأنا كنت في المستشفى في الزاوية مع صديقي قبل أن نرجع لطرابلس. المستشفى يقولوا للتفاعل أعدادي بنت القذافي هذول اللي يعبدوا فيه، يقولوا الدكاترة تنوروكم تنفضوا فيكم أنتم تعالجوا في الخوانة. نعم. واخذوا الجرحى من المستشفى. نعم. اخذوه الجرحى من المستشفى، رفعوهم، قالوا بنرفعوكم لطرابلس، والله اعلم وين رفعوهم بعد. فانا وصديقي هربنا هروب من المستشفى. نعم، طيب ما يدور اليوم حول موضوع ان القذافي يعاني من مرض نفسي وان ابنه سيفه من مدير المعركه هناك؟ هذه الحديث متداول في طرابلس كثير، لكن ما عندي شيء معلومه اكيده على الشيء هذا. نعم. شو توقعات يوم غدا الجمعه؟ هل هناك توقع في خروج للناس؟ والله اصعب شيء الجمعه. نعم. اصعب شيء الجمعه، يعني مثلا قدام الجمعه مع ممكن رجال الامن اكثر من الناس اللي تصلي. انا فيها مبالغه مني، لكن كثير هلبة يجيب الرشاشات ويجيب رجال الامن، يعني وتحاول بس تحاول تفكر انك تدير حاجه يرموا عليك. وشنو صحه الاعمال اللي يصير الان في طرابلس؟ يقول انه هناك اللي مواجهات ما مرت تصير مع الامن، في شباب من الثوار يقوم عمليات، هل هناك في اعمال من هذا القبيل ولا مستحيل؟ في الحقبه البدري بالتحديد. نعم. في الحقبه البدري جت سياره كامري، وكانت في سيارة تيوتن طندرة للجان الثورية، جبت الكامري وطلعوا منها نفرين من الرواشن ورموه على السيارة الكامري، سوري، رموه على سيارة تيوتا الطندرة. نعم. سيارة تيوتا رموه على سيارة تيوتا
تندرا ورجعوا كانوا رابطين العلم مع علم الاستقلال على ايدهم وباسوا العلم بايدهم وقالوا جايين قريب. كانوا مسلمين ويصيروا مناورات دائما في الهضبة البدري في الليل يصير تبادل اطلاق نار. المرتزقة في طرابلس كيف وضعهم بالتحديد؟ المرتزقة توا داتهم توا ماش خرجوا مرتزقة الآن. نعم. لكن احنا متأكدين والحديث المتداول ان فيه 10,000 من المرتزقة في مكاننا الله أعلم وين. نعم. لكن مخليهم آخر أمل بس لما طرابلس تنهض من جديد حينصف أهل طرابلس والله أعلم. طيب موضوع الإصابات المدنية جراء القصف قوات التحالف في طرابلس. لا شيء والله العظيم كذب والله العظيم نحلف وربي يشهد علي. أكثر شيء أكثر ضرر للبيوت إن النوافذ هيك جزاز يتكسر حاجة زي هيك أكثر ضرر هذا. نعم. فهمتني وده واللي يجيبوا فيه في القنوات الغربية والله كذب. نعم. قالوا في حياش في منطقة الفرناش ضربوا معسكر هناك ورحنا احنا كنا نبغى نتأكد قالوا في حياش نضربوا والله ما في حوش نضرب. كتيبة خميس هذه اللي في خلة الفرجان شفتها نعرفها يعني شبر المنطقة دي ما فيش حتى حوش نضر إلا النوافذ بس ما فيش حتى شخص واحد نضر والله الكذب اللي يجيبوا فيه في القنوات اللي الكذب نضحهم هذه. نعم. طيب أكيد سمعت بمبادرة أردوغان حول الوضع خارج الطريق اللي سماه خارج الطريق. كيف تقبل ثوار طرابلس وأهل طرابلس هذه المبادرة؟ الثوار ما يتقبلوش أي مبادرة سلام. الحاجة الوحيدة اللي يبغاها الثوار إنه يدافي وعائلته يرحلوا. واحنا بإذن الله جاهزين لأول فرصة بإذن الله. احنا مع الناس سلاح وتشدد أمني آمن وضع الأمني يعني متعب ومع هذا نحاول بإذن الله ونتجمع دائما وفي بيناتنا اتصالات ونتحد ونبغى الفرصة وعلى فكرة بإذن الله نهاية حتكون من الهضبة. الهضبة ما خسرت شيء لحد الآن وفيه حل بنات كثير ناس حتى الناس الملتزمين السلفية يستنوا في فرصة. ربي قويك إن شاء الله نصركم. إن شاء الله اللهم آمين. إن شاء الله. كيف الوضع الحياة اليومية يعني كان في أزمة الوقود الآن هل تحسنت أزمة الوقود في موضوع تحسنت قليل أزمة الوقود لكن أزمة السلع اللي هي المواد الغذائية في تفاقم. كيف يعني من حصر الوقود؟ والله يقولوا من تونس عن طريق في ناس يقولوا عن طريق تونس وفي ناس يقولوا عن طريق الجزائر والأرجح إنها بتكون من الجزائر. نعم. فللأسف يا ريت لو الشعب الجزائري يسمع حديثي هذا إنه يتصرف ومفروض يوقفوا معنا. ما توقعناش إحنا من الجزائر اللي كنا نشوف فيهم أقرب ناس لينا إحنا أهل طرابلس كنا نشوف في الجزائر أقرب ناس لينا. والله نشوفهم الآن أعداء لحد الآن. كنا نتوقع منهم وقفة أكبر من هيك معنا مش يسلحوا في القدافي ويقتل فينا القدافي كل يوم يقتل القدافي ويدخلوا له الوقود بس يقتلنا. طيب الموضوع الآخر اللي هو بعض الأحيان يقال أن هناك إطلاق نار في اتجاه باب العزيزية وأحداث حصلت فترة فاتت باب العزيزية. شو الوضع هناك عند باب العزيزية بالتحديد؟ باب العزيزية فيها ممكن من 4 أيام فاتوا
الناس كلها يعني حتى المؤيدين يقولوا في تصفية في باب العزيزية. صارت لا نار كثيف يقولوا في تصفية باب العزيزية. وعندك حتى هي في معلومة ما قلتهاش يعني فيها بالتحديد يوم الثلاث في الليل الثلاث الماضي هناك ناس ينشوا في باب العزيزية يأيدوا في القدافي لما لجان ثورية وأقاربهم وعائلاتهم يدرسوا سياراتهم بالقرب من باب العزيزية فهمتني ولا؟ نعم. هناك بعض الثوار حرق السيارات هذه. يعني حتى بالنسبة للجزية في مناوشات السير. نعم. احكي لنا شنو هو سائر في دولة الجزية؟ الناس مش فاهمة تحكي في ناس طول الوقت وهي تحتفل وترقص وشباب ومغنيين شنو سائر التحليل في دولة الجزية؟ هو ياخذ يعني طبعا انا نقول لك شو صاير بالضبط. نعم. من ناحية الشباب هذا هو طلع البنات اللي كانوا في السجن. نعم. معاي لا. نعم. ياخذ فيهم على باب العزيزية. فهمتني ولا؟ أيوه. الشباب الله يهديهم السدج ومتاعين المخدرات يروحوا على شانب البنات بس. نعم. هذا هو. والباقي ما فيش انسان عاقل ولا انسان متعلم ولا انسان ملتزم دينيا يعني في طرابلس يبي القدافي. حتى لو وجدت حد لقيت حد من العامة يبي القدافي فانه هو منتهي حالته النفسية تعبة والله مرضى لابوه والله والله العظيم والله وراه انك على الشيء هو ونحلف عليه وربي يشهد علي ما جيت انسان عاقل يعني في طرابلس من الشباب هذا يبي قدافي. هل هناك في يعني بين الثوار في طرابلس والمنطقه العربيه عموما يعني مثل ترهونة وبن وليد وطرابلس والاماكن هذه هل هناك في تنسيق للثوار في شيء يعني يترتب يعني هم هو كل واحد كذا شخص حتى الشيء يكون في تنسيق بين ترهونة وطرابلس لكن بن وليد ما نعرفش أي معلومات. نعم. في كتابون يعني من سكان طرابلس نعرف الأشياء اللي فهمتني. نعم. أنا أحد المنسقين يعني. جيد. شو متوقع الأيام الجاية؟ والله اللي متوقع ان الناس يصير عليها الضغط فصار شو صاير من الضغط بيام هي بدأت في أزمة البنزينة والسرعة والحاجات هذه ان الناس شو قاعد يقولوا حتى اللي يبقوا القداس يقولوا لو انحصوا نطلوا حتى مظاهرة سلمية عادي نطلوا حتى اللي كانوا هذا المعيدين يعني فبدوا يتعبوا من الأحداث اللي صايرة وكثير ناس صاروا معاش يصدقوا القنوات الليبية ومعاش يتفرجوا عليهم فهمتين تأتي بحالة المصراتي يعرفها كلها نعرفها يعني وين تسكن بالضبط يعرفها أنها كانت محبوسة 3 سنين ومتعذبة وكانت تحت الأرض يعرفها البنات فمستحيل يصدقوا من الأخير أصلا هي مش كويسة البنت. نعم. فما من صعب إنها تبقاها هذه. وهذا اللي يقولونه الدكتور حمزة هو في اتصال هاتفي شكر مصاف الدماء هذا فتبقوا عليه وعطوه مكتبه قاعد يجيها ويكذب على الناس ويحلف بالله أنا من سكان طرابلس. ويقول السلعة كويسة وما فيه شغلة ومش عارف شنو فالوضع الأمن هذا اللي هو اللي نبقى نتهز بأي فرصة أبسط فرصة بإذن الله أبسط فرصة
ان شاء الله ان شاء الله حنطيحوا ان شاء الله باذن الله نهايه تحدي من طرابلس اكيد اكيد ولو قصنا بغازي في الشرق الكل متوقع هذا الكل متوقع ان شاء الله نهايه تكون طرابلس ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وفي الحمد لله في تنسيق بين مناطق طريق الصور والهضبه والخشلوم وسوق الجمعه الحمد لله لحد الان في تنسيق يعني لو في حاجة بإذن الله مش حتكون سوق الجمعة وفشلون بروحهم مثل المرة الماضية فهمتني يعني من كذا ناحية حيصير في شوشرة بإذن الله كلمة أخيرة يا محمد بس نسأل بس هل هم بالنسبة للمدارس والمصارف هل في حد يشتغل في طرابلس ولا كلها في بيوتها خلاص فقط لا لا ما زال في بيوتهم الناس ما فيش اجبر عليهم الاسبوع الماضي بالامتحانات وامتحانات وضروري واللي ما يجيش يثبت واللي ما يروحش لشغله نفسه فبعض الناس راحوا كثير كثير يعني اخوتي ما راحوش لامتحانات ما داروهمش نعم فلو حتى في شيء اجباري يعني فهذا هو فهمتني وحتى اللجان الثوريه يخافوا تو احنا نقول لهم راهو هو طايح نقول لهم باذن الله فاللي بيدير حاجه تقعد في وجهه وزي ما احنا تعبنا تو وضربنا ونحبسنا ونهربوا وامهاتنا في المستشفيات جرتكم راهو يوم غدوه باذن الله لينا حتى هم بدو يخافوا لأن الناس القريبة منها واللي زعمتهم يعبدوا فيه هذا ويحبوه حتى هم بدو يخافوا نعم شاعرين كلهم بالنهاية كلهم انفضوا عنا الآن كلهم منهم ولو يشوفوا لو خوتنا في بنغازي يعرفوا من في الشرق كله في المناطق المتحررة كلها فهمتني أعرفوا ممكن يفرجوش على قناة الليبية لكن لو في حد يفرج على قناة الليبية ويشوف ان في ناس يقولوا احنا بنديروا والشرق يجونا في بطونة راه هذا الناس انتبع القدافي راه حتى العيل الصغير تلقاه ابوه في الميزان الثورية لكن في العام ما راهو اخوتنا احنا الليبيين ما فيش شرقاوي ما فيش غرباوي ليبيا شرق وغرب جغرافيا بس نعم والباقي احنا خروج شنو هل هناك من رسائل الان رسائل لاهلنا اللي في المدن المحرره للمجلس الانتقالي الوطني رسائل للمدن الثانيه التي مثل مصراء عندك مصراء الان تحت الحصار والقصف هل هناك ممكن رسائل توجهها من اهل طرابلس؟ رسائل موجهه من اهل طرابلس اهل طرابلس احنا مثل الزنتان الحمد لله في ناس كانوا في الزنتان وجوا وطمنونا على الزنتان باذن الله. نعم. لكن نقول لها المسراكة والله والله ما انا راضيين عليه، يعني نتكلم باسم باذن الله احرار طرابلس. والله ما انا راضيين عليه، والله كل يوم نتكلمه وكل يوم نحاوله، لكن الله غالب. ما عندناش كيف، اكثر تجمع امني شارة في طرابلس. نعم. فهمتني ولا؟ وقلوبنا معهم وان شاء الله ربي ينصرهم. ونقول لهم اسم ذو ربي ان شاء الله ينصركم. والدعاء يعني ما قدرت نتكلم مصراتة يعني الحال مزري جو ناس من الجيش كانوا في مصراتة الناس عندهم ضماير يعني اللي يروح ما عادش يقدر يولي. وحكوا لنا على الحال غادي كان يعني حال مزري جدا. تقول اللي حاربوا فينا يهود كفار مش ولاد بلادنا ومرتزقه في مرتزقه من موريتانيا في مصراتة والقناصه اغلبيتهم مش ليبيين القناصه القناص الوحيد سمعته به اللي يقول ميت اهل مصراتة كاتب على ايده مجبور يا اهل مصراتة. فهمتني هذا الليبي الوحيد اللي هو اهل مصراتة من قناص. فهمتني ولا؟ تفضل علاء.
يعني خلاص انا هو هذا اللي كنت نحب نقول ان هو شنو يقول له للمجلس الوطني ولا لبقية، هل في طرابلس وخاصة في الأحياء اللي ما زالت ما حددتش موقفها بشكل واضح تجاه الظالم القذافي، ولكن خلاص يقول المجلس الوطني يعني على الله ثم عليكم إن ما يقسمش ليبيا الطاغية هذا، احنا مش هنرضوا بإذن الله، لكن ما بهمش يرضوا بأي حال. يعني احنا لو هو بقي قدافي معظم شباب طرابلس راهو 80% من شباب طرابلس حاين فيهم، حاين تحنا